اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة من سلسلة الربح من الانترنت للمبتدئين. هتعرف فيها طريقة ربحية بسيطة خالص مش محتاجة اي خبرة، هتقدر تحقق من خلالها دخل من غير ما يكون عندك مهارات في اي حاجة، لان الشغل بسيط زي ما هتشوف. ركزوا بقى معانا ونكمل بعد الفاصل. طريقة ربحية سهلة جدا وموقع ربحي سهل ومناسب للمبتدئين. هتكسب من الموقع ده باختصار من غير كلام ياما، من خلال انك هتعمل حاجات بسيطة قوي زي مثلا فولو على تويتر، او هتعمل لايك على فيديو في اليوتيوب، او تشوف فيديو لمدة كام ثانية، او تعمل اشتراك في قناة. يعني كلها حاجات بسيطة ومش محتاجة اي خبرة ولا محتاجة منك اي حاجة اصلا، مجرد ان انت هتعمل الحاجات العادية دي بدل ما انت هتعملها ببلاش هتعملها وهتاخد عليها فلوس. لكن في 3 حاجات اساسيين لازم تعرفهم وبنقولهم في كل حلقة من حلقات الربح من الانترنت للمبتدئين. اول حاجة ان ده شغل زي اي شغل عادي، يعني محتاج منك وقت ومجهود علشان تبدأ تحس ان انت عملت مبلغ او ان انت بتحقق دخل شهري كويس. لازم تقعد وتعمل مجهود بالساعات علشان تبدأ تحس ان انت اشتغلت وعملت مبلغ، لان العائد هيكون بسيط بالنسبة للشغل اللي انت بتعمله، لان انت زي ما انت شايف كده او هتعرف في التفاصيل كمان شوية ان كلها حاجات بسيطة جدا. تشوف فيديو لكام ثانية، هتعمل لايك، يعني مش شغل اصلا او مش حاجة صعبة اساسا. فهي دي حاجة مناسبة للمبتدئين لان مش محتاجة اي خبرة، بس في المقابل كده العائد برضه هيكون بسيط مش هيكون حاجة كبيرة. وده اللي هيدخلنا على النقطة التانية، اللي هي ان انت هتحس في الاول ان المجهود اللي بتعمله كبير شوية بالنسبة للعائد اللي انت بتحصله، لان طبيعي زي ما قلنا الشغل بسيط فبالتالي العائد بسيط. لكن مع الوقت وان انت تشتغل على اكتر من موقع وتشتغل عدد ساعات معين هتبدأ تحس ان الموضوع بيجيب عائد كويس. تالت نقطة ان مفيش موقع مضمون 100% سواء الموقع ده او غيره. يعني عايز اقول لك ايه من النقطة دي، ان انت وقت ما بتشوف الحلقة لازم تضغط على الرابط اللي موجود في الوصف علشان تتأكد اصلا ان الموقع لسه شغال وبيدفع. ولو عندك اي تعليق او اي سؤال هتسيبهولي في التعليقات لو عايز تسأل على حاجة بخصوص الموقع. وكمان لازم ان انت اول ما توصل للحد الادنى للسحب ان انت تبدأ تاخد فلوسك، ان كده كده الحد الادنى للسحب بيكون $5 $10 بالكتير. يعني مجرد ما تعمل $5 دول تبدأ ان انت تاخد فلوسك على طول، ما تسيبش فلوسك في اي موقع سواء ده او غيره. الكلام واضح؟ يعني لو اشتغلت على كم موقع من اللي شرحناهم قبل كده تبدأ ان انت تشتغل عادي، لكن اول ما توصل للحد الادنى في كل موقع ابدأ خد فلوسك ان شاء الله، حتى لو يوميا مفيش مشكلة خالص. توصل للحد الادنى تاخد فلوسك. نبدأ دلوقتي ندخل على التسجيل في الموقع وبعدها هنشرح ازاي هتشتغل وازاي تحقق الدخل منه. نشوف كده التسجيل في الموقع، هننزل تحت نضغط على ساين اب. تبدأ ان انت تدخل البيانات دي، عبارة عن يوزر نيم والايميل مرتين والباسورد مرتين والنوع والبلد، وتبدأ ان انت تضغط على سبميت. ندخل البيانات دي بسرعة. بعد ما دخلنا كل البيانات اضغط على سبميت. دلوقتي انت تقدر تدخل الموقع وتعمل لوجن اللي هو تسجيل الدخول. نضغط على لوجن، اضغط لوجن. ادي كده الحساب اتعمل وانت كده بقى ليك حساب على الموقع. طبعا الموضوع ما خدش مننا حتى نص دقيقة، الموضوع سهل جدا. نبدأ دلوقتي نشرح الموقع وازاي هتشتغل من عليه وازاي هتقدر تكسب وازاي تقدر تسحب فلوسك وكل الكلام الحلو ده. بقى دي كده الواجهة الرئيسية للحساب. هتلاقي هنا في الجزء اللي على الشمال ده وبرده الجزء ده هو نفس البيانات، البيانات الخاصة بحسابك، عدد الكوينز اللي موجودة، لان في بعض الاعمال هتاخد عليها كوينز والكوينز دي بعد كده هتقدر ان انت تبيعها. هتلاقي بعد كده التوتال اكستشينج اللي هو الشغل اللي انت عملته قد ايه الاجمالي اللي انت عملته. طبعا هتلاقي بعد كده الرصيد بتاع الحساب اللي هو هيبقى دولار او 2 او 3 على حسب شغلك. وبعد كده العضوية، طبعا عضوية مجانية لان في الموقع عضوية تانية هتشوفها كمان شوية. يبقى دي كده المعلومات الاساسية. هتلاقيها هنا او على الشمال هنا، سواء الجزء ده او الجزء ده مش هتفرق. هتلاقي كمان تحتيها على طول في الجزء بتاع الشغل، زي ما انت شايف ان انت تقدر تشتغل، ان انت تعمل لايك على صفحات الفيسبوك، تقدر تعمل ترافيك اكستشينج، تقدر تعمل فولو على تويتر، تقدر تعمل المشاهدات على اليوتيوب او لايكات او اشتراك ايا كان اللي انت عايز تعمله. طب انا عايز اجرب حاجه على سبيل المثال، حاجه سهله جدا كده ما تاخدش معانا وقت، انا عايز اشاهد حاجه على اليوتيوب، هبدا ان انا الاقي العروض اللي قدامي. مثلا لو شفت الفيديو ده هاخد 9 كوين، هبدا ان انا اعمل واتش فيديو. خد بالك ان انت لازم تبقى عارف حاجه، ان انت لازم تستنى على الاقل 30 ثانيه زي ما هو واضح فوق كده علشان خاطر تاخد ال 9 كوين. وكمان في عداد تحت شغال بالتوقيت
علشان يضمن ان انت هتتفرج. مثلا هو محدد 30 ثانية، يبقى انت هتتفرج ال 30 ثانية عشان تاخد التسعة كوين دول. عندنا هنا 100 كوين، نشوف بعد المشاهدة هيبقوا كام. نضغط هنا زي ما احنا شايفين اهو، على طول تلقائي نزلوا في الحساب بتاعك التسعة كوين، بقى كده عندك 109 كوين. الموضوع طبعا سهل جدا، عشان كده قلنا الشغل مناسب جدا للمبتدئين، مش محتاج اي حاجة. قيس على كده بقى اي حاجة، لو بتعمل يوتيوب لايك او بتعمل سبسكرايب او بتعمل فولو على تويتر. بس هي الفكرة ان انت هتلاقي في اليوتيوب لايك ان انت لازم تدخل الاكونت اللي انت هتشتغل بيه، يعني القناة اللي انت هتشتغل بيها او الحساب اللي انت هتشتغل بيه لازم تدخله وتسجله في الموقع، علشان يبقى عارف ان انت فعلا، يتأكد ان انت عملت لايك او ما عملتش لايك، يبقى متأكد من ده كله. يبقى انا كده عرفت الجزء بتاع البيانات بتاعت الحساب بتاعي، وكمان عرفت ازاي هشتغل. هاجي فوق هنا لو انا عايز اشتري كوينز، ده مش موضوعنا. الريفرالز دي بقى موضوعنا، هي والافلييت. ايه الموضوع ده ببساطة؟ دي طريقة ربحية تانية جوه الموقع، اللي هي ايه؟ ان انت دلوقتي اشتغلت على الموقع وبتعرف تعمل منه فلوس. المانع ان انت تقول للناس اللي تعرفهم عليه، تبدأ ان انت مثلا لو عندك موقع او عندك قناة يوتيوب او عندك صفحة على الفيس، تبدأ ان انت تقول ده في موقع الفلان الفلاني بنشتغل عليه وبنقدر نحقق منه دخل، وادي رابط الاشتراك في الموقع ان انت تقدر تسجل. الرابط ده لو حد ضغط عليه وبدأ ان هو يشتغل من خلالك، هو هيستفيد، علشان خاطر هيعرف الموقع وهيبدأ يحقق دخل من غير اي خبرة ومن غير اي مجهود، زي ما انت شفت الشغل كده على سبيل المثال. تاني حاجة انت هتستفاد ان انت هتاخد عمولة على الراجل اللي هيجي يشتغل من خلالك ده، يعني الموضوع كويس جدا ومش خسران حاجة. وطبعا انت لما هتحط الرابط بتاعك محدش هيبقى خسران حاجة لما يضغط عليه، سجل من خلالك او مسجلش من خلالك مش فارقة كتير يعني، بس هي الفكرة ان الكل هيستفيد ومحدش هيمانع ان هو يضغط على الرابط، طالما في طريقة للشغل وطريقة لتحقيق الربح من غير اي مجهود ومن غير اي خبرة في اي حاجة. يبقى هو ده الشغل بتاع الريفرال، كل ما عدد الريفرال بيزيد كل ده بيبقى حاجة كويسة جدا، لانه بيزود رصيد الحساب بتاعك وبتاخد عمولة عليهم. هو الافلييت ان انت بتسوق للموقع، لو حطيت مثلا عندك في الموقع بتاعك اعلان بانر او اعلان نص للموقع، بتبدأ ان انت تحطه وبتاخد برضه عمولة. طب انا دلوقتي اشتغلت وعملت كوينز وعملت فلوس، انا دلوقتي عايز اسحب الفلوس بتاعتي دي. برضو ببساطة خالص هتضغط على مور هنا من فوق، هتلاقي سحب الفلوس وزدرو ماني، تبدأ ان انت تاخد الفلوس بتاعتك. طبعا الحد الادنى $5 علشان تقدر تاخد فلوسك، وتقدر تاخدهم عن طريق يا بنك بيبال او عن طريق البيتكوين. يعني الموضوع سهل جدا، عن طريق بيبال او عن طريق بيتكوين. لو البيبال عندك مشكلة في السحب من خلاله مثلا في بلدك، هتبدأ ان انت تاخد فلوسك عن طريق البيتكوين او العكس، يعني الطريقة اللي هتناسبك. زي ما احنا شايفين ادي كده الموقع كله، وادي الشغل عليه، وادي سحب الفلوس. بالنسبة لسحب الفلوس، لو برضو مشكلة بتقابل حد بالنسبة للبنوك الالكترونية، هيبقى في حلقات مخصصة للبنوك الالكترونية اللي هتلاقيها في المواقع الربحية كلها، علشان خاطر تعرف ازاي تعمل الحساب وتقدر تاخد فلوسك بدون اي مشكلة. يعني من اول ما هتبدأ تشتغل لحد ما هتمسك الفلوس في ايدك، هتلاقي في شروحات وفي فيديوهات بتوضح لك كل حاجة. لو عندك اسئلة سيبها في التعليقات، ولا استفدت من الحلقة ما تبخلش على غيرك واعمل شير للحلقة، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، ونشوفكم الحلقة الجاية.